مجموعة conceptual questions على الإلكتريك فيلد true أو false أو multiple choices. السؤال الأول بيقول the electric field is a scalar quantity. هل الإلكتريك فيلد يكون ليه قيمة واتجاه سواء يمين يسار فوق تحت واخد زاوية؟ بنعرف الإلكتريك فيلد أو بنقدر نحدده بقيمته وباتجاهه، فقيمته بس يبقى سكيلر، لكن لو قيمة واتجاه يبقى فيكتور. فهل الإلكتريك فيلد سكيلر؟ لا، هو ليه اتجاه كمان. الإلكتريك فيلد ليه قيمة واتجاه، فالكلام ده مش صحيح، فهو فولس لأن هو فيكتور. عكس السؤال ده، الإلكتريك فيلد از ا فيكتور كوانتيتي، طبعا ده صح. الإلكتريك فيلد ليه قيمة مقدار ماجنتيود وليه دايركشن، وبالتالي هو فيكتور كوانتيتي. فالإجابة هنا true. The electric field inside a spherical shell is always zero. لو عندنا spherical shell فكل الشحنة متوزعة على السطح بره، وبالتالي جوه مفيش أي شحنة. خطوط الإلكتريك فيلد بتتقاطع وتبقى عكس بعضها، فكل إلكتريك فيلد جوه السفيريكال شيل بتبقى زيرو. لو خدنا أي جاوسيان سيرفيس مش هيبقى جوه شحنة، فنتخيلها بالعكس. أدي مثلا كرة أهي، وخد أي سطح داخلي جواه ما جواهوش شحنة، وبالتالي مفيش إلكتريك فيلد طالع منه، وبالتالي إلكتريك فيلد جوه السفيريكال شيل بزيرو. أو قول أدي سفيريكال شيل والخطوط عمالة تتقاطع عند المركز، فكلها بتكنسل بعضها، فالإلكتريك فيلد جوه السفيريكال شيل بغض النظر عليه شحنة قد إيه دايما صفر. فهل الإجابة صحيحة؟ نعم صحيحة، always zero. consider a positive and negative charge near each other. يبقى عندنا شحنة positive وشحنة negative. The electric field lines must begin on a positive charge. هي بتطلع من ال positive تدخل على ال negative. دايما خطوط الإلكتريك فيلد تطلع من ال positive وبتقود and terminate on a negative charge. كلام مظبوط، لأن هي بتطلع من ال positive ودايما تدخل من ال negative. يعني لو عندنا شحنة موجبة بس تطلع منها خطوط الإلكتريك فيلد، شحنة سالبة بس تدخل عليها إلكتريك فيلد. الاتنين قريبين من بعض، يبقى تبدأ من عند ال positive charge وتدخل أو تنتهي عند النيجاتيف تشارج، بالتالي الكلام ده صحيح. عكس كده طبعا يبقى غلط. لو قال لي مثلا تبدأ من النيجاتيف وتنتهي عند البوزيتيف يبقى الكلام ده غلط. بيقول كمان الإلكتريك فيلد ماجنتيود بتاعه بيساوي كي في كيو على ار تربيع. طبعا دي ده فعلا المعادلة دي أو الفورمولا دي اللي بنحسب منها الماجنتيود بتاعت الإلكتريك فيلد، اللي هو مكتوب أهو إي ماجنتيود. وريبريزنتس ذا ماجنتيود اوف، هو الاجابه في السؤال نفسه، الكتريك فيلد اوف ا بوينت تشارج. طبعا ده بوينت تشارج، مظبوط الاجابه دي صح. هل الكتريك فورس؟ لا طبعا مش الكتريك فورس، يبقى نحط هنا اف ويبقى في عندنا شحنتين. الكتريك فيلد ات الوكيشن اوف ذا دايبول اكسس، لا الدايبول ليه معادله اخرى. الكتريك فيلد ات ذا لوكيشن اون ذا بيربنديكولار تو دايبول اكسس، لا الدايبول ليه معادلات اخرى. K في 2 QS أو QS على R تكعيب حاجة مختلفة، لكن ده الماجنتيود بتاع الإلكتريك فيلد الناتج عن بوينت تشارج. Consider a positive and negative charge near each other. The electric field lines must begin on a negative، بعكس السؤال ده، on a negative charge and terminate on positive charge. طبعا ده غلط. Electric field lines بتبدأ من عند البوزيتيف وتنتهي عند النيجاتيف زي ما قلنا، بالتالي الكلام ده فولس، ده اللي ترو. At location C اللي هو ده، there is an electric field in the direction indicated below. A calcium ion, calcium plus 2 يعني عليه شحنة موجبة، is placed at point C. يعني عليه يعني البروتونز أكتر من الإلكترونز باتنين، وبالتالي هو فقط 2 إلكترونز فبقى بوزيتيف. Well, what is the direction of the electric force on the calcium ion? Electric field ده أي شحنة موجبة موجودة عند C تمشي معاه، شحنة سالبة تمشي العكس. دايما الشحنات الموجبة تمشي مع خطوط الإلكتريك فيلد، فورس يزق الشحنة في نفس الاتجاه. طالما دي موجبة يبقى الفورس نفس اتجاه الإلكتريك فيلد، يعني ياخد الشكل إيه؟
لو كانت الشحنة دي مثلا ماينس 2 أو ماينس 1 أو ماينس 3، هنلاقي الفورس العكس ناخد الاتجاه ده، لكن نتيجة إن الشحنة موجبة تمشي مع خطوط الإلكتريك فيلد. نفس السؤال هنا العكس، أو يعني قد يكون زيه. At location C there is an electric field in the direction indicated below، اللي هو ده أو يعني right. A potassium ion K برضه بلس، يعني في برضه إيه شحنات موجبة، يعني الشحنة موجبة. Is placed at point C. What is the direction of the electric force on the potassium ion؟ طبعا أي شحنة موجبة عند C تمشي مع خطوط الإلكتريك فيلد. لو سالب يمشي العكس، فالفورس كده هتاخد الشحنة وتروح نفس الاتجاه ده. يقول لي what is the direction of the electric force، يبقى نفس الاتجاه ده اللي هو B. السؤال ده بيقول لي what is the magnitude of electric field due to a point charge 25 نانو كولوم at a point located 0.46 meter away that charge. لسه شايفين الفورمولا اهي، ادي الماجنتيود كي في كيو على ار تربيع، فالكي في كيو على ار تربيع، كي ب 9 في 10 اس 9، الشحنه 25 نانو يعني في 10 اس سالب 9 على 0.46 تربيع اللي هي المسافه تربيع، اداني 1.06 في 10 اس 3 نيوتن بير كولوم. اقرب قيمه ال 1.06 اللي هي 1.1 بس في 10 اس 3 مش في 10 اس 12، 10 اس 3 نيوتن بير كولوم. الاجابات دي طبعا مش مظبوطه، لكن لو حسبت اي حاجه غلط، نسيت مثلا السالب 9 هيطلع معاك اس 12 مثلا، لو كتبت 25 وشلت دي، هو طبعا ممكن يحاول يغلطك. لو قسمت على 0.46 بس يمكن هتطلع مثلا 4.9 حاجه كده يعني. فكل غلطه هتلاقي لها اجابه، لكن الفورمولا الصحيحه كيو على ار تربيع. نفس السؤال هنا، What is the magnitude of electric field due to a point charge 58 نانو كولوم، يبقى 58 في 10 اس سالب 9 at a point located 1.68 meter اهي تربيع away that charge. نحسب طلع 184.9 بالظبط، موجوده هنا في اخر اجابه.